طيب قول لي انت دلوقتي كل تفكيرك رايح ان انت تخليهم يتفرجوا على الابحاث او يشوفوا الابحاث، مع اني مثلا ممكن اي حد يقول لك ده انا راجل كبير مش فاهم في الكلام ده، طبعا. فايه اللي خلاك تحمسهم او تشجعهم ان هم يعملوا تلسكوبات؟ مثلا ما ادتلوش الموبايل مثلا او الايباد. طيب عشان ابقى صريح، هو بيمسك الموبايل وبيلعب في الشارع وبيعمل كل حاجه، يعني زي اي طفل. بس الفرق اللي انا الوقت فراغي انا مخليه لابني، مش ان انا بقعد مع زمايلي او كده، لا. وقت فراغك انت مش وقت فراغه هو. انا على فكره بشتغل 12 ساعه، بخلص شغل ما شاء الله الساعه 9 بالليل، قدامي ساعتين قبل ما انام عشان اصحى تاني يوم الشغل بقضيهم مع احمد. هو مفيش اي حاجه في حياتي غير احمد. الله يعينك. فبنعمل ايه بقى؟ ايه رايك يا احمد نتعلم حاجه النهارده؟ احمد بيلعب شطرنج، انت بتعمل ايه يا احمد؟ بلعب شطرنج وبغلبك. فطبعا انا عشان عارف قيمه العلم وعارف اي دوله او اي شخص قيمته في العلم، مفيش اي حاجه بتخلي الانسان ليه كرامه او قيمه غير العلم بالزبط. فطبعا انا عايز احمد يبقى كده. فطبعا يعني زي ما بقول لك، باجي من الشغل، يا احمد ايه رايك نعمل ايه النهارده؟ عملنا طبعا تلسكوبات كتيره. بص يا ابو حميد اهو، انت بتغلب بابا. بص عنده عندي ثلاث شطرنج، يعني ثلاث قطع شطرنج، اخرهم جبت له واحد اللي هو الكريستال ده. وبنفضل، فطبعا الحاجات دي بتنمي الطفل طبعا. على فكره الاطفال من صغرهم عباقره علماء. صح. الاهل بقى اللي ممكن يخلوه موهبته دي تدفن، وفي يعني اهل يخلوه ينمي موهبته ويبقى نفسه فعلا من صغره عالم لحد ما يكبر. هو ده اللي انا بحاول اعمله مع احمد. احمد بيسال اسئله، يعني احنا كبار خلاص بقى، ضغط الحياه والمشاغل فعلا، هو بيسال اسئله دماغه لسه فاضيه، فبيتامل الكون وبيتامل الحياه. زي ايه؟ بيسال اسئله. بيسال زي ايه؟ كنت ماشي انا وهو، الكلام ده من تقريبا من سنه ونص، كان لسه برضه اصغر من كده بكتير. فبقول له يا احمد بص السماء القمر بدر، كان بدر كده، وبقول له بص يا احمد القمر بدر ازاي؟ وقف وبص للقمر كده، قال لي يا بابا ده جميل، بس هو كان مين اللي بياكل منه حته قبل كده؟ اللي هو قصده يعني هلال والاطوار بتاعه. طبعا السؤال ده بصراحه فرحني، يعني مجهودي او انا اسئلتي هو عنده فضول. فضول طبعا. فجيت روحت البيت، عملت له محاكاه، طفيت النور بتاع الاوضه وعملت كشاف صغير محكاك الشمس، وجبت زي كوره وقعدت اوري له ازاي اشعه الشمس بتيجي على الجزء معين من الارض من القمر، وبيتعكس ازاي لحد ما يبقى بدر وبيبقى محاك ازاي. هو فهم المعلومه، بدا يحب الموضوع اكتر. بقى يقعد مع اولاد اخته يجي يحكي لهم مثلا اي معلومه، حتى مثلا ما بيصدقوش. يعني طبعا احنا بديهه عارفين اللي اقرب حاجه تبقى للشمس اكيد بتبقى اسخن من الحاجه البعيده. طبعا يا احمد اسخن كوكب في المجموعه الشمسيه؟ الزهره، عشان نغلب جوز شديد. طيب. بيعمل اشعه الشمس. كتير مننا ممكن ما يعرفش، بيفتكر ان كوكب عطارد عشان هو اقرب كوكب للشمس، درجه حرارته اعلى، ده زهره لكوكب.